اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ العالمي او من المطابخ العالميه. احنا محطتنا يوم الثلاث من كل اسبوع بنتجول داخل المطابخ العالميه. النهارده هنروح على المكسيك واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى كده ونستمتع. هنخش على المطبخ المكسيكي ونجيب اشهر الاكلات منه. في المكسيك عاشقين للفول، واحنا الفول هنا احنا مدرسه، عندنا وجبه الفطار الفول الصبح بنبدع فيه. تعالوا النهارده نعمل البصاره على الطريقه المكسيكي ولكن بخفه دم مصريه. البصاره عنوانها فول مدشوش. الخضره بتاعتها يا اما خضره بقدونس كزبره شبت الثلاثي المرح، يا اما فلفل اخضر رومي، يا اما الملوخيه الناشفه كانت ام الله يرحمها تعملها بيها. النهارده هغير القواعد شويه ونبحث ونشوف ازاي المطبخ المكسيكي يحبوا البصاره. هنعملها بالافوكاتو. كلنا عارفين الافوكاتو طبعا جميل جدا ويشتهر بيه المطبخ المكسيكي، سواء يتعمل صلصات او يتعمل مع التاكو او التورتيلا زي ما احنا عارفين. النهارده معانا شويه رز بسمتي، فعايز برضو اعمل طبق رز مكسيكي. نعمله ازاي؟ نعمله بالفراخ ولكن مع الفلفل الالوان والذره بيكون له طعم تاني. رز البسمتي بالذات هيحبوه الاطفال وكبار السن، فهنعمل النهارده الرز البسمتي مع دبابيس الدجاج بالفلفل الالوان. الحر والصيف بيحب يا اما الايس كريم يا اما المشروبات المثلجه. النهارده معانا مستر ماهيتو برضه هنبدع فيه ونعمله بالفراوله. ما لقيناش فراوله طازه، جبنا فراوله مجمده مع عصوص فراوله ونشوف ازاي خطوات عمل الماهيتو. واساسي فيه طبعا الليمون الاخضر والنعناع الاخضر الجميل الحلو ده الاساسي فيه. حلقه النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، برضه هنعمل سندوتشات التورتيلا اللي احنا عارفينها، نعملها بالجبنه، نعملها بالفول، يعني شويه تفاصيل كده في المطبخ المكسيكي واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى على ارض مصر ام الدنيا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نعمل مستر ماهيتو. حلوه والكاسات جاهزه. طبيعي باخد التلج، نجيب معلقه ما كناش بيها قبل كده رز ولا سمك، خلي بالك الحاجات دي مهمه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد التلج ونحطه هنا. يا شيف اجيب تلج منين؟ اتفقنا مع بعض طريقه سهله لعمل التلج. بيجي مع التلاجه كده بلاستيك مكعبات تحطي فيها ميه وتحطها في الفريزر، عارفينها دي يا شيف، جيب غيرها. بتجيب اكياس حفظ الاكل في التلاجه وتحطي فيه ميه مفلتره وتحطيها في الفريزر وتكسريها وتقدميها. برضو دي طريقه. في طريقه تانيه سهله، بتروحي على اي محل بتاع ادوات منزليه تشتري ثلاثة تعريفة كذا واحدة وتجيبيهم تستخدميها تبقى لطيفة وزي الفل. بنحط فيه فراولة هنا، دي فراولة مجمدة، خلي بالك دورنا على فراولة طازة قال لك مش موجودة دلوقتي يا شيف. لا في شوية صوص جنب الفراولة مقطعين قلبي. والله هم دول اهم. ألف سلامة عليها قلبك يا شيف. اوزعهم في ثلاث كوبايات عشان ما اعرفش كوبايه تاني واحده فيهم. ده جنب. بص الصوص اللي نازل من الفراوله دي، عايز اقول لك بتتكلم مصري، الفراوله بتاعتنا المصريه دي طعمها زي العسل البلدي. دي في قلب البتاع كده. طيب معانا ايه كمان يا عم الشيف؟ معانا صوص فراوله. وخلنا بقى في الايه الكافيه يعمل لك الفراوله كده في الجنب، حاجات كده واخد بالك تخطف الانظار. بس بعد دقايق بتلاقي كل ده داب يعني. ينزل على الليمونه كده. معانا الاساتذه المصورين حبايبي، الحركات دي مطلوبه زي الفل. ده الفليفر. بناخد الصودا بتاعتنا، يلا عامل فريزر طبعا. لا ما اقولكش ده عايز بقى ايه، طبق البصاره ده أكلة سمك، كبسة، الرز اللي أنا عامله النهاردة مع الفراخ. حلو المشروب ده، بيعجبني على فكرة. بقعد أمزمز فيه كده وأجيب القناة الأولى وأتفرج على الأستاذ يوسف بالليل الساعة 9 وأستمتع. الكاسة ما بتخلص. حلو؟ هعمل إيه بعد كده؟ أغرف الرز. الرز من المطبخ المكسيكي ولكن خفة دم مصرية. فين سيرفيز الرز؟ أهو.
حلو قوي جنب البصاره. عايزين تاكلوا بصاره بالطريقه الجديده، اهلا وسهلا. ولكن للامانه الاكل ده موجود معانا كده. شيف مغازي، لو حبيت تاكل دلوقتي تاكل ايه؟ تسمي بسم الله كده وتخش بصدرك تاكل ايه؟ للامانه والله العظيم طبق البصاره ده عيش معمر كده يكون ناشف او جاي من الطابونه لسه طازه، وانزل على طبق البصاره ده ما اخليش في قلبه حاجه، وسلطه الخضراء، واهضم بماهيته بس عشان نتكلم الصراحه يعني. واسيب السندوتشات التورتيلا دي للاولاد الصغيرين، والرز ده لمامي وبابي. رؤيا فن ابداع من المطابخ العالميه، كل يوم ثلاث من كل اسبوع نتجول داخل افخم المطابخ من العالم كله، واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى على ارض الوطن مصر ام الدنيا، نستمتع مع الاكلات العالميه. حتى البصاره عملناها من المطبخ المكسيكي، ولكن من جواها بتقول تحيا مصر لان فيها الفول المدشوش. تروحوا بعيد والله. خلصنا رؤيا فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.